ومن المغرب قدرت كمان البرنامج أن تلتقي بالفنان الكوميدي محمد الخياري اللي كلمنا عن أسباب غيابه فترة عن الشاشة. محمد الخياري ليه كمان وجهة نظر خاصة في فنانين الكوميديا في مصر. هو ليس ممثل كوميدي فقط بل يمتلك روح الدعابة والمرح بشكل مميز. أنه الفنان محمد الخياري فنان كل المواقف والقادر على تجسيد الشخصية بجميع أبعادها. في لقاء معنا صرح لنا عن أسباب غيابه مؤخرا. لكن لما كتوصل أنك تولي محمد الخياري اللي كانت عنده 26 سنة الآن دابا عنده 53 سنة، الشعر شيب، الكاريزما تغيرت، فما كيبقاش هذاك القفشات الكوميدية السابقة تليق بمقامي المتواضع. فوقفت وقفة ديال 3 سنين كانت عبارة عن إعادة ترتيب أوراق. شخت في الميدان، يعني كبرت في الميدان وعرفت شنو هو الميدان وعرفت القنات ديالو بأربعة. الميدان كيبدا من هنا لهنا لهنا، عرفت شنو خصني ندير باش نستمر وشنو خصني نحارب باش ما ننزلش. هذيك هي الوقفة اللي كانت ديال 3 سنين. عندك تكون كتشم ولا شي حاجة، راه السيراج ديالي خطر من السيليسيون، داك كنخلطو بالشحمه ديال البقره. ولتمكنه واحتراف الفن الكوميدي قيل انه باهظ الثمن. دابا اي واحد مشيتي عنده كتقول له بغيت نجيب خيارات يقول لك لا 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 كيطلب الفلوس كثيره، هذا غلط. انا ربما نقدر نكون غالي وكنطلب ثمن باهظ في الميدان ديالي اللي هو ستاند اب، اللي هو الكوميديا، اللي هو المسرح، اللي هو السخريه. لكن الا بغيت نتعلم وندخل لواحد الميدان اللي هو جديد وغريب عليا، لازمني نتواضع ونتنازل على اي طلب مادي كبير. فمن هذا المنبر كنقول الاخوان المبدعين مغاربه ولا مغاربيين ولا عرب، هاي يدي مدوده، انا ماشي غالي وانا لا اؤمن بالنجوميه. رغم 35 سنه ديال التجربه انا لازلت اتعلم، لازلت اخطئ واصيب. وعن برنامج كوميديا الذي شارك فيها الخياري فيحل محله برنامج ستاند اب. برنامج ستاند اب اللي نقدر نقول لك عليه او الملاحظات اللي نقول لك عليه هما اللي كانوا عندنا احنا في السنه الاولى في كوميديا، حيت حتى حد ما خلق من كرش امه معلم، لازلنا نتعلم. فبرنامج كوميديا كان عام احسن من عام. برنامج كوميديا لما سال كانت كونترا ديالو فيها 5 سنين، فسال الكونترا، فالتلفزيون او القناه لها حق انها توقف البرنامج وتعطيه لشركه اخرى بطبيعه الحال مع تغيير الملامح والعنوان وداك الشيء اللي وقع. فكنتمنى لهم انهم ان شاء الله يستمروا. في العام اللي فات كانت بدايه ونتمنى انه ان شاء الله يبقى هو اكثر من 10 ديال الدورات لما لا. لم يقتصر حب الخيار للكوميديا في امتهانه لها فقط، بل يحرص على متابعه فنانيها في كل مكان. انا احب السخريه واتابع السخريه، وكنعرف بزاف على السخريه اكثر من الساخرون اللي كيمتهنوها. يعني نقدر ندخل مسرحيه الابطال ديالها ما معروفينش ولكن موضوعها هو البطل ويشدني. وبين قوسين انا من اشد المعجبين بمحمد صبحي. انا قلبي قايد نار. فكرك يا شلعوه وانت قد كده كنت بتعمل ايه؟ اتمنى انني نشوف هذا النوع البرامج، وانا اللي كيعجبني بزاف واريد ان احييه من هذا المنبر هو اشرف عبد الباقي اللي خدا هاد الشباب جداد ودار المسرح ديالو، وكتلقاهم كلهم شباب جداد. الكبير فيهم عنده 25 سنه ولكن معهم الاب الروحي، معهم لو باران، معهم اشرف عبد الباقي. من هذا المنبر احييه وكنقول له كنحبك. بعد وريف فيلم بيرن اوت الذي اشاب به الجميع، لم يستقر الخياري حتى الان على مشاريعه القادمه. واش غادي نقول لك المشاريع ديالي اللي جايين غادي يكونوا شويه شويه خصهم اعاده قراءه واعاده التفكير فيهم من بعد هذا الدور ديالي اللي لعبت في الفيلم ديال بيرن اوت. الا غادي يكونوا في هذاك المستوى نقدر نخدم، الا ما غادي يكونوش غادي ننسحب. راه نحصل شي قرض خاوي التريتوار ديالو، معمر شي تريتوار اخر راه ندقدق امه.